39 مليون سنتيم. دوفاس الشمس ديال الصباح والشمس ديال العشيه، 5 ديال الدقائق البحر على رجليك، ومن احسن المواقع في سدر حال الشاطئ. كتجيب جوج ديال الغرف، صالون، مطبخ، حمام وسيجور. نرجعوا لونطري ديال هاد الشقه اللي كتجي من موبل اير بليس 2، مجموعه ديال الشقق ديال 6 ديال الشقق، كل طابق فيه جوج ديال الشقق. لونطري اللي هو هذا كيجي بالعود وبهذا التصميم لي سامبل ورائع تبارك الله. وعندك على لونطري الصالون اللي كيجي بهذه المساحه، البلافو بالليد ولي سبوت شراجم الومنيوم ريدوات الكتريك، صباغ صباغ الخيال اللي كتعوم الشقه ككل. وهذا الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي، الزليج كيجي على شكل الرخام. عندك هذا السيجور اللي كيجي بالليد ولي سبوت كيجي على لونطري قدام الصالون. والغرفه الاولى اللي عندها لاكسي البالكو فيها واحد التراس اللي رائع تبارك الله. وهذا الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي والبلاكار والبلافو راه كيجي بلي سبوت والليد. البيبان سامبل كيجيو بهذا التصميم اللي رائع تبارك الله. لي بواني كيجيو بلون الفضه. الحمام كيجي طواليط روميه، روبيني طهاره. عندك جوج روبينيات، واحد كتحكم فيه في الماء ديال الدار، وعندك روبيني ديالك في السطح. رشاش الفاسك بالبلاكار ديالو، المرايه والزليج كيجي حتى للسقف. البلافو كيجي بلي سبوت. الحمام اللي كيجي عامر تبارك الله. والمطبخ كيجي ايكيبي، البلاكارات الفوق والتحت ام دا اف، لاهوت، البلاك، الفران. عندك الطاجره كتجي على شكل ال بالرخام. وكيف ما قلت لكم هاد الشقه راها دوفاس، يعني راها مشمشه مضويه النهار كامل. عندك بلاصه ديال الثلاجه والبلاصه ديال الماكينه ديال الصابون، والطاجره راها كتجي على شكل ال بالرخام جالاكسي. بلافو كيجي بلي سبوت. والغرفه الثانية، الغرفة ديال الوليدات، البلافو ديالها كيجي بلي سبوت والليد. وكتجي بهاد المساحة الغرفة الثانية ديال الوليدات. عندك جوج ديال الغرف، صالون، مطبخ، حمام، سيجور، من أحسن المواقع في سدر حال الشاطئ. وخمسة ديال الدقايق البحر على رجليك، عندها لاكسي البحر، وغتبقى بالثمن ديال 39 مليون قابلة للتفاوض. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يزورنا ياخذ فكره، مرحبا والف مرحبا. اللي بغى المزيد من المعلومات ما عليه الا يتصل بي على الرقم 06 80 86 63 50. مرحبا بالجميع.